أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات، أسعد الله أوقاتكم بكل الحب. نرحب بكم في برنامجنا الصمت يتكلم، كما نرحب بضيفتنا لهذا اليوم الأم براكسيد سويدان. أهلا وسهلا ممير. أهلا فيك، شكرا على اللقاء. الأم براكسيد من مدينة الحصون الأردن، تولت إدارة الرهبنة في الفترة ما بين عام 1993 وحتى عام 2000. بعد ذلك تابعت دورة في الأرشيف في دائرة الفاتيكان مدة 9 شهور، وذلك استعداداً لكتابة تاريخ الرهبنة الذي ما زالت تعمل به حتى هذه اللحظة. تابعت قضية الأم ماري ألفونسين منذ عام 1984 وحتى إعلانها قديسة عام 2015. هذه الحلقة الأولى من برنامجنا نخصصها للحديث عن سطور في حياة القديسة ماري ألفونسين، وكذلك عن الصفحات الأولى لنشأة رهبنة الوردية. لقد دعا قداسة البابا فرانسيس العالم المسيحي للصلاة من أجل العائلة، لتثبت على صخرة الإيمان وتقف صامدة أمام التيارات التي تسعى جاهدة إلى تدميرها. وما هي القداسة إلا ثمرة صلاة العائلة والتزامها بتعاليم المحبة التي عاشها وعلمها سيدنا يسوع المسيح. وأمام هذه الحقيقة نتوقف قليلاً لنستمع إلى الأم براكسيد تحدثنا عن عائلة دانيال غطاس المقدسية وابنتهم سلطانة، والتي أصبحت فيما بعد الأم ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة. ممير، نقدر نسمع القليل بإيجاز عن عائلة دانيال غطاس وعن القديسة ماري ألفونسين، عن فترة الطفولة وكيف لبت نداء الرب. عائلة غطاس هي كانت عائلة معروفة في بيت لحم الأصل. نعم. وتفرعت فيما بعد بين بيت جالة وبيت سحور والقدس، فأبوها وما زالوا لغاية اليوم يعني موجودين، منهم كاثوليك ومنهم روم ومنهم لاتين. نعم. أبوها لسلطانة يعني دانيال غطاس كان في القدس ويعمل نجار، وكان ساكن قريب لدير الفرنسيسكان، يعني تقريبا يعني مقابل بقول لقدير الفرنسيسكان، وكانت هي النجار يعمل للبلد ويعمل كمان للفرنسيسكان، للاباء الفرنسيسكان. نعم. هلا سلطانة طبعا ابوها اللي هو دانيال غطاس وامها كاترين تكللوا يعني تزوجوا سنة 1840. نعم. وهدول ألفوا عيلة يعني مثالية بدنا نقول، وعيلة مسيحية صادقة ملتزمة. وهاي العائلة الملتزمة تتمثل أول شيء في أمها، كانت كاترينا يوميا تحضر القداس الصبح. نعم. الأب كان يحضر المساء، يجمع كل الجيران وكل الأصدقاء والأحباء ليليا، يجمعهم في البيت يصلوا المسبحة يبخروا ويضوا الشموع إلى آخره. فالبنت سلطانة رضعت هاي العبادة لمريم العذراء ممكن من طفولة. نعم. من نعومة أظفارها. هالعائلات المسيحية اللي بتردد يعني بتربي أولادها على هذا يعني على هذا المثال. نعم. طبعا بدهم ينشأوا في جو عائلي مسيحي ملتزم إلى آخره، رضعوك مع الحليب نوعا ما نقدر نقول. فهاي سلطانة نشأت في هذا البيت. طبعا هلا بالنسبة لسلطانة كان أبوها يسميها أميرته، يعني بحبها كثير. فهي كان العائلة رزقت 19 ولد، منهم بقيوا ربنا، يمكن الحالة كانت بهداك الوقت العهد العثماني والفقر والظلم إلى آخره، ما كانش الأمور ميسورة للعائلة. فكأنه ربنا شعر مع العائلة وأخذ منهم 11 ولد بهن صغار يعني ماتوا. تم عنده 8، خمس شباب وثلاث بنات. ثلاث بنات دخلوا فيما بعد للدير، والخمس شباب واحد منهم صار كوري، والأربعة عاشوا في الحياة، وبعدين اللي هاجر لأمريكا واللي بقي في الحياة. دانيال توفى سنة بعمر 60، 61 سنة، سنة 1880. الأم توفت بعمر 85، 1914. الأب لما توفى كانوا كل العيلة موجودين في البلاد إلى آخره حواليه، لكن الأم كانوا صار اللي هاجر والكذا، يعني الأم جار عليها الزمان. بالنسبة لسلطانة، هذا بالنسبة للعائلة يعني.
بالنسبة لسلطاني، سلطاني خلقت سنة في 14/1843 يوم عيد القديس فرنسيس. نعم. هلأ في هذا الوقت، في هاي الفترة سنة 1847 تقريباً، نرجعت البطركية اللاتينية، رجعت، كان البطرك بعد الحروب الصليبية البطركية اللاتينية، لأنه تأسست في عهد الحروب الصليبية، بعدين بعد ما طلعوا الصليبيين من البلاد راحوا لإيطاليا، وبنفس الوقت من هون البطرك كمان. هلا البطركية تمت بدون بطرك، مين كان يقوم في هذا العمل يعني وظيفة البطرك؟ الفرنسيسكان. هلا ليش بسموا حارس الأرض المقدسة لرئيس الفرنسيسكان؟ لأنه كان قائم بالبطركية في يعني عمل البطرك بغياب البطركية. نعم. هلا لما في سنة 1847 روما قررت إنها ترجع البطركية للقدس. نعم. وكان هناك دائما يحطوا بطرك لقب فخري في روما، يعني يتم حافظ التسلسل. فإجا سنة 1847 إجا الأب المونسنيير البطرك، يعني يوسف فاليرجا كان اسمه، يوسف فاليرجا كان بالعراق، وبعدين عمل رسالة كبيرة في العراق ودرس اللغة العربية بنفس الوقت. فلما إجا على البلاد أول خطاب لما استقبلوه في القدس، أول خطاب قالوا يعني ألقاه في اللغة العربية، فالشعب لما شافه بيحكي عربي يعني طبعا لما يسمع الشعب لغته من المسؤول عنه بينبسط كتير. فهو هاي كان لها تأثير كبير. فباليرجا في هذه الفترة بنفس الوقت كيف بدي أقول بده أنه تنفح مدارس للبنات في القدس، لأنه بتعرفي بالعهد العثماني ما كانش في مدارس لا للبنات ولا للأولاد، أندر من النادر إذا فتحوا مدرسة للأولاد، ومعدودات، واحدة بالسلط واحدة بالكرك، يعني مثل هذا، وهدلاك يدرسوا كتاتيب يعني في مدارس الكتاتيب، أما البنات ما لهنش إشي. فهو أول ما فكر إنه يحضر رهبنة للبلاد مشان تهتم في شأن الفتاة. من الجملة الرهبنة اللي كانت أقرب إشي يعني يقدروا يجيبوها رهبنة مار يوسف القديس يوسف للظهور، هدول كانوا صاروا واصلين لقبرص. فيعني تضافرت آراء الباليرجا مع الكستود يعني تبع حارس الأرض المقدسة، وجابوا طلبوا رهبات مار يوسف ولبوا الدعوة، وصلوا سنة 1848 وفتحوا المدرسة في القدس، وبعدها ما زالت لحديثا مفتوحة. في هذا السنة كانت سلطانة صار عمرها 5 سنين، فهي كانت من الرعيل الأول اللي دخلوا المدرسة فبدأت تدرس في هاي المدرسة. أثناء دراستها ربنا لما بده يختار حدا، طبعا مثل ما نحن كل واحد فينا اذا بدها تقرا قصه او تعطي شهاده حياه عن دعوتها بتقول نفس الكلام. فهي كانت نوعا ما اعجبت في الرهبات وكذا الى اخره، فبديت عندها فكره او يعني هدف انه هي كمان تصير رهبه. فسنة 1858 طبعا هي مشيت أول شيء بالمدرسة، عملت أول مناولة تثبيت سنة 58، اتعمدت سنة طبعا سنة 43 بس 19/11 منعيد عيدها. نعم. لأنه روما اعتمدت تاريخ عمادها للتقديس. نعم. ويكون عيدها بالكنيسة. على كل حال مشيت بالتدرج هي، وسنة 58 فكرت إنها تدخل على رهبات مار يوسف. أبوها طبعاً عارضها، في هذاك الوقت بلادنا ما كانتش ما عندهاش فكرة يعني عن اسم الرهبنات وكذا. هالرهبنات اللي إجوا منهم مار يوسف واللي لحقوا أجوا كلهم رهبات أجانب، يعني ما فيش عندهم هاي الفكرة. وإذا ربتها واحدة تصير رهبة بدها تسافر إما لفرنسا وإما لوين حتى تتدرب على لها، لأنه في القدس ما كانش في بيوت اللي يهيئوا البنات لها، وبعدين فيش دعوات لأنه ما كانش وارد يعني هذا الموضوع. في هاي الفترة كمان مؤسسنا يمكن باجع الخطين بهذا الموضوع هذا. المهم أبوها صارت تطلب من أبوها إنه تصير راهبة هي،
هلا ابوها قال لها ابدا مش ممكن انك تسافر على فرنسا وكذا، انا ما بسمح لك. طبعا هي ما قطعت الامل، بقيت تصلي هي وامها، صلوا الورديه يوميا على هاي النيه انه ربنا يعني يخلي ابوها يسمح لها. هو ابوها ما بده يسمح لها، اولا مش وارده فكره الرهبنه في البلد، وثانيا انه بدها تسافر خارج البلاد، والسفر في هذاك الوقت مش مثل اليوم نركب الطياره الصبح على 4 ساعات بنكون بفرنسا، كانوا بالاول في البحر والى اخره، صعب كان السفر في هذاك الوقت. قال لها ما بسمح لك. صار معه حادث في الشغل، يعني انفجرت قنينه من هدول المواد اللي بيستعملون النجارة، فلحقوا حريق وتضرر كتير. فمين كان يهتم فيه في البيت؟ سلطانة تم تهتم فيه يعني كأنها ممرضة عملت له. فهي لما يعني صار قرب على الشفاء يعني بديها، قالت له يا بابا إذا كان إن العذرة بتشفيك وبتصير منيح تسمح لي أصير راهبة؟ كاين كأنه هو مأخذ حاله أنه كيف رفض. قال لها يا بابا أنا خلص وعدت العذراء أنه أي ولد من أولادي بده يصير خوري أو راهبة أنا بدي أسمح له. فانبسطت هي وراحت خبرت رهبات مار يوسف، وانبسطوا هن، والرهبات كانوا يصلوا لها كمان مشان توصل لهاي النتيجة. المهم هلا تم عليه شرط واحد، قال بتصير الرهبة، حط الشرط على الرهبنة انه بنتي ما بتطلع من القدس، يعني ما تطلع من البلاد. نعم. يعني انه مش بس من القدس، يعني مش من انه من القدس كقدس، انه من البلاد، يعني تسافر لفرنسا او كذا او كذا، بتصير رهبة ولكن انه تتم في البلد. فالرهبات مار يوسف يبدو انه سمحوا لها بهذا، وهذا بعد ما جابوا اذن من روما. وبنفس الوقت الرئيس لما اجت لما فتحوا المدرسه وهي دخلت المدرسه، الرئيس اللي كانت في المدرسه استقبلتها وهيك استقبلت البنات، هذه كانت صارت رئيسه عامه بعد الرئيسه العامه هذيك، فعرفت البنت، ولانه عرفوا البنت وصفاتها وسلوكها والى اخره قبلوا معهم بالشرط. فهي عملت ابتداءها في القدس، وكانت من وقت لوقت تروح دائما على جبل جلجل تصلي وتتامل قدام العذراء ام الاوجاع والى اخره. فهي الرئيسة تراقبها يعني كيف طريقتها، كانت تحب تعمل درب الصليب، يعني مواظبه على الواجبات الروحيه اللي لازم تواظب عليها. هالوقت كمان درست قوانين رهبات مار يوسف الى اخره، اخذت الروحانيه وكل شيء. سنه 1860 لبست الثوب على جبل الجلجله، ومين لبسها الثوب؟ البطرك باليرغا. وبنفس الوقت سنه 63 نذرت نذرها الاول كمان على جبل الجلجله، واللي نذرها كمان البطرك باليرغا. فهي اصبحت رهبه مار يوسف هلا. نعم. هلا بما انها بتتقن اللغه العربيه، رهبات مار يوسف عهدوا إلها بتدريس العلوم الدينيه في المدرسه لكل المدرسه. فهي كان ربنا عاطيها كيف بدول حسن الكلام، يعني تتقن الكلام وتجذابه يعني في حكيها لكل الطالبات وكلهم، يعني كانوا يحبوها ويسمعوا لكلامها. فهي بهاي الفتره استشارت خور الرعية، لأن الرهبات في المرسليات دائما بيرجعوا لخور الرعية. نعم. فكان في هاي الفترة قصة في أوروبا، يعني قصة الحبل بلا دنس، مريم العذراء الحبل، عقيدة الحبل بلا دنس سنة 1854. فهي طلبت من الخور أن تأسس أخوية للحبل بلا دنس في المدرسة من بنات المدرسة يعني. فانبسط الخوري بهذا الموضوع. بنفس الوقت بعد شوي طلبت منه أيضا أنه تأسس أخوية للأمهات المسيحيات. للأمهات المسيحيات انبسط برضو الخوري، وبعدها الأخويتين بعدهم لليوم بالقدس، بس الحبل بلا دنس سموها أخوية بنات مريم بسموها، وبيهتموا فيها رهبات مار يوسف لحديث اليوم. أن الأمهات المسيحيات بعدها بالقدس وموجودة عندنا في البطركية اجتماعاتهم، ومسؤولة عنهم رئيسة الدير اللي بتكون عندنا في القدس، وبسموها أخوية الأمهات المسيحيات.
والبطرك فاليرغا طلب من يوسف طنوس لما صاروا بدهم يعتمدوا هاي الأخوية، قال احنا بنعتمدها لكن بشرط انها تكون تم اجتماعاتهم في بطرك في كنيسة البطركية، وهكذا حصل وما زالت لغاية اليوم. لكن هاي أخوية الأمهات المسيحيات كتير لها تأثير في البلد، لأنه معظم الرهبان والخوارنة والرهبات اللي صاروا من القدس فيما بعد كان بتأثير أو بفعل تأثير هؤلاء الأمهات المسيحيات اللي كانوا منتميات للأخوية. يعني ممر هلأ القديسة ماري ألفونسين هلأ هي راهبة عند مار يوسف وهي اللي بدأت بتأسيس الأخويات، تمام. هلأ كيف أسست رهبنة الوردية؟ هلأ تأسيس رهبنة الوردية وهي فيما هي ما بقيت كل الوقت في القدس، نعم. كمان نقلوها على بيت لحم، تعرف الرهبات بتنقلوا من مكان لتاني. مدرسة بيت لحم لا تقل أهمية عن مدرسة القدس، لا بل أهم كانت، نعم. لأنه معظم العيال المسيحية في ذلك الوقت كانوا يجتمعوا حوالي الأديار، تعرف زي ما قلنا حكم عثماني وإذا يتموا حوالي الأديار، فكانت مدرسة بيت لحم مهمة جدا، فراحت هي على بيت لحم طبعا لدير رهبات مار يوسف اكيد، وهن بعدهم لليوم المدارس موجوده. يعني رغم كل الصعوبات في بيوتهم، كانت بدناش نوصف البيوت لانه هلا مش ميدانه، انما يعني تعبوا كثير بهذاك الوقت، فهي تابعت العمل بنفس الوتيره زي ما كانت بالقدس، فصارت بتتاسس الاخويه كمان بنات مريم وأخوية الحبل بلا دنس وأخوية الأمهات المسيحيات، وبعدهم ما زالوا لليوم يعني، نعم. حتى في بيت لحم من وقت لوقت كانت تيجي تجيب البنات كمان من بيت لحم للقدس حتى يجتمعوا مع بعض مشان يأخذوا من بعضهم كيف المسيرة الأخوية يعني، فهي هيك نجحت في هذا العمل وأخذت الشوط الكبير وإلى آخره. هلا تأسيس رهبنتنا في هاي الفترة وهي في بيت لحم بديت عندها كيف بدي أقول لك ظهورات، العذراء صارت يعني كأنه رضيانة عن البنت، والعذراء يمكن اختارتها عندها ربنا موا كيف بيقولوا أفكاره تسبق يعني سابقة وكيف بيقولوا تحقيقها بيجي في وقته، فهي كانت تأخذ هدول بنات الأخوية عم غارة الحليب ويصلوا هناك الأخوية والمسبحة ويجتمعوا هناك اجتماعاتهم فيها. فهي في أحد الأيام وهي رايحة لمغارة الحليب بتصلي هي والبنات اللي معها السلام عليك يا مريم، صلوا المسبحة بالطريق، هي تقول السلام عليك يا مريم، تسمع صوت ثاني بقول لها السلام عليك يا مريم، هلا تطلع تشوف العذراء في هذا الوقت. الحلو في مير ماري إنه كانت يعني سلطانة، إحنا بدنا نسميها مير ماري لأنه أخذت اسم مير ماري باللبس الثوم، صارت إنه تشوف لكن التم ببساطتها يعني بهدوءها باتزانها بروائتها، عمر ما تخلي شيء يظهر عليها انه من هال يعني احنا بنحلم حلم بنفزع الدنيا بنقول شفنا وما شفنا، هي لا 53 سنه وهي حافظه السر ما حدا يعرف عنها شيء، فهي تشوف العذراء وتكمل الصلاه. لكن موقفنا هون في 6/1/74 هون كانت عم بتصلي في الصف محل ما اللي بتعلم البنات صفها يمكن غرفة الصف، وما زالت الغرفة لغاية اليوم بعدها في نفس المكان، فهي عم بتصلي في 6/1/74 سنة 1874 يعني، هلا شافت ظهرت لها العذراء، ظهرت لها العذراء كما بتوصفها بالكتاب بجمال مش هي بتقول أنا ما بقدر أوصفها، يعني بتعطي بعض الأوصاف اللي قدرت تعبر عنها، كيف نجوم حوالي رأسها نجوم تحت إجريها، المسبحة اللي هي صارت مسبحتنا مسبحة الوردية المستديرة، نعم. يعني إلى آخره، فهي بأول هاي كانت صفنت وبس تتأمل في العذراء وفي جمال العذراء، راحت العذراء، فتكررت الظهورات بال74 وبال75 وبال76، لكن كل ظهور تزيد عليها إشي، مرة تحط فوق راسها بتولات الوردية السرية، مرة تقول بنات الوردية أو راهبات الوردية بالتاج فوق راس العذراء، آخر مرة شافت كمان بال76 شافت البنات بصفين لابسين ثياب كحلي وأبيض، هاي إنه هدول بنات الوردية أو راهبات الوردية، فهي كل مرة يزيد عليها إشي. في 76 بجدت لها
العذراء قالت لها بدي اياك تاسسي رهبنه الورديه. نعم. هاي كلمه تاسسي رهبنه الورديه لمير ماري كثير لخمتها، يعني كيف بمعنى انه يعني هي تعتبر حالها ما بتقدر على هذا الشغل. نعم. شو تاسس رهبنه؟ هي كانت خجوله اولا، وبعدين دائما تنظر لذاتها انه مش قادره على هذا الحكي. تقول لها مشان الله يعني خدي اختي حنه، اختي حنه اقدر مني واصغر مني والى اخره، هي خليها تاسس الرهبنه. مشان هيك انا سميت كتابي كلمه العذراء، تصورتها زي موسى النبي لما كان ربنا يقول له بدك تروح عند فرعون وتخلص شعب اسرائيل وكذا، يقول له مش أخوي. انا خد اخوي هارون. نعم. فهي نعم. يعني نفس التشبيه تقريبا. فتقول لها مش انا، خلي اختي. تقول لها باخذ اختك تصير راهبه، لكن انت اللي بدك تنفذي العمل، انت اتكلي على معونتي، ورديتي يعني كان الورديه هي كنزك. نعم. الى اخره. تمت كل ظهور، صارت تتوالى الظهورات اكثر واكثر. ف يعني مثل ما تقولي بدها تقنع بهذا الموضوع. هلا بالاضافه لهذا قالت لها بتروحي عند منصور براكو، عند البطرك منصور براكو بهذاك الوقت، بتحكيه بتطلعيه على ذاتك، وبنفس الوقت بتقولي له في تاسيس رهبنه الورديه، قولي له انه رهبنه كان ارسالياته في البطركيات تنجح برهبانيه الورديه. نعم. وهكذا حصل، وبعدنا من ذلك التاريخ لليوم نحن بنشتغل مع خوانه البطركيه. نعم. تلبيه لصوت العذراء. هلا بنفس الوقت ضافت عن الظهورات كمان أحلام. في ليلة من الليالي، ليلة عيد الوردية، بتاخدها على الدير، دير مملة اللي نحن هلا فيه، بتدخلها عليه، بتورجيها إياه كأنه كان مبني وكأنه كان صار. فهي شافت الصورة يعني، فانبنى الدير بناء على كمان على تعليمات العذراء، لأنها هي رسمت الرسمة. نعم. رسمة الدير ورسمة العذراء وين بتكون وكيف كذا، وشرحت لها كل إشي بده يصير في الدير. هلا بنعمل هيك، هلا بنعمل هيك، في الساعة الفلانية كذا، في الساعة الفلانية كذا، في الساعة الفلانية كذا. يعني فندت لها حياة الرهبة. الصبح بنصلي الصبح أو الظهر، يعني أعطتها البرنامج كامل، أعطتها برنامج كامل بما. نعم. فيه يعني كامل. وورجتها صورة الدير وكيف لازم يكون كسمه، كسم وردي يعني زي ما أنت زي ما منشوفه هون، هي موجود. نعم. هون. إيه. نعم. إلى آخره. فهي أخذت كل هاي التعليمات في الحلم، بتقول كأني عشت في الدير كذا سنة، يعني كأني صار لي في الدير كذا سنة. بالإضافة لهذا كمان كانت ورجيها رهبات الوردية في المدارس. كيف يعني كيف هلا احنا بنعمر طابور الصباح يعني وبهالمدارس وكذا، البنات صافين، ورجتها بنات مصفوفات حوالي 15 صف، وكل رأس صف يعني هذا. نعم. في موجود رهبة. دليل على أنه الرهبات كيف لازم كمان يكون ترتيبهم في المدارس. نعم. 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 في ترتيبهم في المدارس. يعني أعطتها كل التعليمات، كمان ورجتها كيف الطالبة لما بدها تدخل على الدير، كيف لما بدها تلبس الثوب، شو الترتيب، كيف تدخل من بالكنيسة، مين بيمسك كم الرئيس العامة مع الخوري، كيف تدخل الرهبة، كيف بدوروها على الهيكل، بيطلعوا على الهيكل، كيف بيلبسوها إلى آخره. أعطتها كل المواصفات كاملة. قالت لها فهمتي؟ هلا فهمت هي حزينة، بس هي في قرارة نفسها، يعني أنا بدك تشعري شعورها. نعم. في قرارة نفسها هي بتعتبر حالها أنها غير قادرة على أنها تنفذ هذا العمل. ودائما العذراء تقول لها ما تخافي، أنا ساعدتك بتأسيس أخويات انتين ونجحوا الأخويات، كمان بدك تنجحي في هذا الموضوع. بالنسبة لأختك أنا بدي أخذها رهبة، وأخذتها رهبة. خواتها التنتين، بس واحدة منهم ما قدرتش تكمل نسبة لصحتها. نعم. ولكن أختها حنة صارت رئيسة عام لو 21 سنة يعني. مش إنه فبالفعل صفات حنة كمان كانت رهبة، يعني صفات هادئة وذات كيف بيقولوا قرار مضبوط، يعني عندها الصفات الكاملة بالنسبة. لكن العذراء بدها مرمري إنها تنفذ الموضوع. ما دايما ربنا بيختار الضعيف يعني ينفذ مشاريعه مع الضعفاء أكثر مما هو، حتى يخزي الأقوياء بنفس الوقت. فالحمد لله يعني هون رضخت بالآخر.
مرة شافت مار يوسف والطفل يسوع والعذراء في كأنها في بستان يعني شافتهم. قالت له مار يوسف بدهن يعني أترك الرهبنة، كانت تحب رهبنة مزبوط يعني رهبنة مار يوسف، قعدت فيها 43 سنة، فما يعني صعب إنها تتركها. وكيف بتحب الرهبنة يعني والرهبات بحبوها، فكيف بدها تترك يعني لقى الصعوبة في هذا الموضوع. قال لها مثل ما يطلب منك أنا أريد أن تخرج من رهبنتي رهبنة الوردية. نعم. يعني هو مش معارض، طمن بالها يعني. فهي نوعاً ما هلأ بدها تنفذ مشروع الموضوع، فهلأ اصطدمت هلأ مع الرئيسات اللي في مار يوسف. بأي معنى؟ بمعنى أنها بدها تطلب إذن يعني إنها تنحل من نذورها. نعم. هلأ تنحل من نذورها لازم تجيب إذن من روما، وبعدين الرئيس اللي كانت موجودة لما هي صاروا البنات مر أبونا يوسف طنوس صاروا تقريبا بنات الأخوية بنفس الوقت، هلا دخلنا على الخطين نحن هلا. نعم. نعم. الخط الظاهري إن حضرتك سألتيني كيف تأسست الرهبنة، هلا هي برهبات مر يوسف تتعارك مع العذراء كيف تتأسس الرهبنة. هلا بالنسبة لبرا ما أسسنا، ما هو كان حطه يوسف فاليرجا سكرتير له إلى آخره، كان وين يروح على أوروبا يسافر إلى آخره يأخذ أبونا يوسف طنوس معه. هلا يوسف طنوس بأوروبا يشوف الرهبنات كيف عم تشتغل بالرعاية، كيف تشتغل في نشاطاتها في المدارس إلى آخره، فأعجبته الفكرة، يقول دائما بفكره ليش ما يصير عندنا رهبنات مثل ما يصير في مثل ما في بأوروبا. فصرت وردت في فكره تأسيس رهبنة، لكن تأسيس الرهبنة ما عارف شو بدي أعطيها اسم، شو قوانينها، شو كذا. هلأ البنات هدول بنات الأخوية كانوا يروحوا يحضروا القداس كل يوم، البعض منهم كان تيجي فكرة أو كأنه إلهام من العذراء إنه نحن ليش ما نأسس رهبنة يعني عربية تخدم بنات البلد آخره. فصارت الأفكار تتوارد حتى بأفكار البنات. نهار راح عند أبونا يوسف طنوس قالوا له هيك نحن بدنا نفكر إنه منفكر إنه نأسس رهبنة. قالهم أنتوا صلوا. راحوا هن كمان عند ماري ألفونسين قالوا لها هيك أجتنا أفكار بدنا نأسس رهبنة، العذراء قالت لنا أو ألهمتنا إنه نحن نأسس رهبنة عربية لبنات. قالت لهم صلوا نحن بعدين بنشوف. شو بدها تقول لهم؟ هلا لما قررت انها تنفك من النذورات راحت عند ابونا، عند البطرك كان غايب في روما، في باسكوال ابوديا مطران باسكوال ابوديا اللي هو نائب البطرك، حكت له القصه فقال لها، كتب مكتوب وبعته للبطرك في هذاك الوقت تجيبوها. البطرك عنده فكره عن وضع الرهبه فجابوا لها الحل. هلا انحلت الرهبة. شو صاروا رهبات مار يوسف؟ بدهن يفلتوا الرهبة كمان بنفس الوقت، صاروا قالوا بدهن ينقلوها يبعتوها بعرفش لوينها. هاي الرهبة راحت عند باسكوال أوادي قالت له احنا انا مش يعني بقدرش اطلع من البلاد، يعني هذا شرط كان مكتوب على رهبات مار يوسف. قال لها، وبعدين هذا الامر مش من الرئيس العام، الامر من الرئيس المحلية، ونقل الرهبة من مكان إلى مكان ما بصير إلا عن إذن الرئيس العام. فقال لها باسكوال أبودي، قال للرئيس المحلي لرهبات مار يوسف تكتب مكتوب للرئيس العام وإحنا بنستنى شو جواب الرئيس العام. بهاي الفترة كتبوا مكتوب للبطرك، وبنفس الوقت على أساس يجيب لها الحال من روما. هلا تضافرت كلها وأشار على الرئيس المحلي إنه ما تنقل خارج البلاد، كانت توصيها الوديها على لبنان ومحل آخر يعني. قال حطيها في يافا، في يعني بدل ما تكون في القدس مشان ما تكونش قريبة يعني أخواتها وعلى بنات الأخوية، أحطيها بيافا مثلا عبين ما يجي الجواب. وهيك صار. نعم. عبين ما إجا الجواب، إجا الجواب من يعني من روما إنه بتقدر، إجاها الحل من بواسطة البطرك طبعا، وبنفس الوقت يعني لازم تتم في بيت أهلها حوالي 3 سنين عساس يبردوا يعني عصبية رهبات مار يوسف بهذه الفترة. تم في بيت أبوها 3 سنين تيجي المفتش من روما يدرس القضية في البلد. وهيك صار. هذه الفترة هاي مؤلمة كثير كانت لماري ألفونسين. ليش؟ لأنها هي بنت القدس، وبنفس الوقت كانت راهبة ناجحة يعني في رهبنتها،
وكان معروفة من الكل مدرسة لكل البنات، وإنها تكون في بيت أبوها يعني كانت كتير مؤلمة لها، وتحملت كتير. بتعرف الناس كيف بتصير تخرس كلام وتألف قصص وإلى آخره وإشاعات، فهي تحملت كل هذا بالسكوت على أساس بدها تكمل المشروع. بعدين لما إجا المفتش ودرس الموضوع أعطى الحق للبطرك ودخلوها سنة 1883، دخلت على رهبنتنا يعني الرهبات الوردية طبعا مبتدئة عملوها. وسنة 1885 تأسست، لأنه مؤسسنا كان صار فاتح بيت للبنات في القدس. نعم. ودخلوا في البيت وعاشوا حياة رهبانية، كانوا 5 بنات بعدين صاروا 7 صاروا 9 إلى آخره، هي كانت العاشرة تقريبا. نعم. صار العاشرة، فنظروا سنة 1885 وهيك بتكون تأسست رهبنة الوردية. رهبنة الوردية، لكن مؤسسنا أكلها كثير من أهل البلد، إنه لما دخلوا الفوج الأول فوج الرهبات إنه صاروا رهبات وشيء، يقولوا هذا مجنون يعني، إنه كيف شو بده بهالبنات يعلقهم فيهم. بس البنات كانوا شجاعات، كانوا مش يعني العذرة كانت تلهمهم وتساعدهم إلى آخره، وطبعا إرادة إلهية. عشان هيك نحن منقول إنه تأسيسنا تأسيس سماوي. نعم. مش أرضي، ولذلك من تم نقول نحن العذراء كمان في ظهوراتها لمير مريت إلى أنا في كنا وبكنا ومن كنا أظهر كمال قدرتي. نعم. هاي نقطة. بعدين باركتهم في ظهور من الظهورات إنها لابسة بطرشين وشي، باركتهم قالت سأكون معكم إلى منتهى الدهر، يعني ما دام في يعني وتتأسس الرهبنة وتبقى إلى الأبد إذا أتم يعني تأسست بناء على يعني إرادتك، يعني إذا لبيتوا يعني مطالبي بالنسبة لتأسيس الرهبنة. نعم. والحمد لله نحن هلا مباركين، يعني بدي أقول لك أديارنا رهباتنا وين ما راحوا، إحنا رغم النقص اللي عندنا ورغم الضعف اللي عندنا ورغم كل إشي، لكن بتلاقي المشاريع كلها ناجحة وماشية مش بقدرتنا الذاتية. وإحنا يعني ما بصير واحدة منا تقول إنه أنا عملت أو أنا سويت، لأنه نحن بننجح مش بفضلنا ومش بقدرتنا الذاتية، إحنا بننجح بإذن العذراء. نعم. اللي هي وعدتنا إنها تتم معنا إلى الأبد. نعم. وهي اللي بترعانا وهي اللي بتقودنا وهي اللي بتنجحنا، ونحن دائما لازم نكون أمينات لدعوتنا وشاكرات للعذراء، ونكمل إن شاء الله نسهر يعني إن شاء الله ثمرة التقديس أنا بالنسبة إلي تكون هي نعمة ارتداد في الرهبنة. نعم. على أساس إنه نرجع لينابيعنا، نرجع لأصولنا، نرجع لحياتنا الأصولية، لقوانيننا إلى آخره، حتى إنه نكمل فكرة العذراء معنا. وهيك نشكر الله دائما على هاي النعمة اللي إحنا حصلنا عليها السنة. نعم. بتقديس مريم ألفونسين.